نحكي على وضعنا في بلادنا تحديدا اقتصاديا، بعض المؤشرات تخلينا نتفائل شوية. مثلا عنا أرقام تجينا من القطاع السياحي، عنا ملايين السياح دخلوا لبلادنا وملايين ما زالوا باش يدخلوا في الصيف هذايا لبلادنا. يقول القائل احنا ربي سبحانه عاتينا ثروة كبيرة اللي هي القطاع الفلاحي واللي ديما مضمون الفلاحة، وربي ديما عاتي خيره في بلادنا. للأسف الدولة من قبل مش من تو ماهيش مراهنة على القطاع الفلاحي رغم انه مضمون، وتراهن على القطاع السياحي رغم انه غير مضمون. نتذكروا مع بعضنا مثلا جاء حتى وباء عالمي وقف لنا السياحة مرة واحدة. انت كمواطن تونسي دولتك تشجعك تقولك امشي للسياحة الداخلية في بلادك باش تنهض ببلادك، لكن جيت تشوف الاسعار تلقى روحك كان تعمل فواياج لبرا تتكلف لك اقل برشا من السياحه في بلادك. اعطينا رايك في الموضوع. السياحه معناها انا درت برشا بلدان، برشا بلدان من قبل كي تخرج لبرا تحس بروحك عملت فواياج وبدلت معناها الجو اللي انت فيه، خرجت درتها برشا بلدان، تونس ما مشيت حتى مرة سياحة. تصور علاش هذا كله؟ على خاطر نسمعوا أنه البريود وقتاش واحد يمشي سياحة، يمشي في وسط العام مو يمشي في آخر العام، معناها في الصيف باش يعمل فرهيدة. نحن ماناش كلي كونجياتنا في وسط العام باش نخرجوا ونمشيوا للسياحة، يجي الصيف باش نخرجوا في الصيف. في الصيف الأسعار ما تحكيش، البارح ولا وقت البارح نسمع في الراديو الليله 250 ولا قداش، صاحبي عمل ريزرفاسيون البارح برك نحكي فيه الموضوع 10 ايام في سوسه 11 مليون هو وعائلته. بون هو لبس عليه وما نعرفش شنو يمكن كريت سويت ولا لا، اما كوميم 11 مليون 11 مليون انا ما نصورش روحي باش نمشي سياحه رغم اللي عند قلبي يوجع فيا راني في العمر هذايا، ويمكن ربي سبحانه وتعالى ايامات اخرين يهز ربي نتاعو. وبلادي شطر مش شطر بلادي كلها ما نعرفش، وفما بقايا يحكيوا عليهم روعه كي تمشي، يمكن كي تمشي لهم خير من اللي تخرج لبرا. قبل كل شيء المال هو قوام الاعمال، ثانيا المسائل الاقتصادية وضعنا في تونس هو وضعنا بين تقريبا. لا نقول أن تونس منهارة اقتصاديا، ولا يمكن بالوضع الملموس اليوم أن نقول تونس منتعشة اقتصاديا. مسألة السياحة اللي طرحت أنا نحب نقول راهو السياحة صحيح داخل الدوفيز صحيح تعطينا معناها اوغمونتاسيون او شوي نمو في قيمة ايام التوريد والعملة الصعبة كذا، لكن السياحة راهي قدرتها التشغيلية كبيرة، لكن مساهمتها في الاقتصاد التونسي هي مساهمة ضعيفة لانه تقريبا 5-6% تساهم في الاقتصاد التونسي. ثانيا السياحة هي تقريبا للخواص كلها هذا قطاع خواص، واحنا نعرفوا اللي الخواص ديما يقراوا حساب الازمات سواء الامنيه او كما ذكرت سيادتك الوباء او كذا، معناها هو قطاع غير مضمون. قطاع السياحه اي ازمه يمكن ان تنعكس سلبيا عليه. هو التفاؤل راهو ضروري ولابد ان نتفائل باش نجموا نعيشوا في الحياه هذه، خاطر التفاؤل يفتح لك باب للامل ويفتح لك، لكن راهو وضع تونس ماهوش عادي حتى الطرف وضع الاقتصاد. صحيح راهو الموسم السياحي السنه موسم استثنائي تقريبا من 2019 الموسم هذه يعني تبدلت كل يعني الامور تبدلت برشا، خاطر احنا متعودين تونس معناتها السياحه امور معناتها قطاع مهم وقطاع معناتها حرك البلاد، لكن تعرف انت الكورونا وتعرف السنوات اللي مرينا بها والظروف اللي مرت بها البلاد والعمليات الارهابيه اللي صارت في 13 سنه الاخرانيه خلت معناتها القطاع هذا يتراجع برشا، والحقيقه القطاع هذا صرفت عليه الدوله برشا، يمكن اكثر قطاع صرفت عليه الدوله على حساب قطاعات اخرى الفلاحه والصناعه وكذا.
نجم نقولوا الدولة راهنت على قطاع غير مضمون، لأن السياحة ديما مرتبطة بالأمن، جاء حتى وباء عالمي أثر في السياحة عالميا. في المقابل فما قطاعات أخرى غنية بها بلادنا، تنجم بلادنا تراهن عليها والنتيجة تكون مضمونة، مثلا القطاع الفلاحي مش قاعدة تراهن عليه. وهذا من السياسات الغالطة في تونس، السياسات اللي تواصلت لأكثر من 60 سنة، لأنه قطاع السياحة في كل بلدان العالم هو قطاع استثنائي، مش كان في تونس، معناتها هو قطاع صحيح مهم لكنه يبقى استثنائي مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثلا قطاع الفلاحة اللي هو مهمل تمام الآمال في تونس. الوضع الاقتصادي يلزمنا ما نخبوش عين الشمس بالغربال، الوضع الاقتصادي نتاع تونس صعب جدا، تعرف انت المواد الاساسيه معناتها الانسان ما عادش خلت عليها، تشوف انت مثلا رفع الدعم على الزيت، معناتها الزيت اللي تستعمل فيه الناس اللي كان ب 900 ولينا ناخذوا فيه ب 7000، الخبز احيانا من نصف نهار يوفى، يعني وضع الاقتصادي نتاع تونس الخدمه فماش تقريبا، باب التشغيل تسكر تماما، ما عادش فما تشغيل، يعني الاستهلاك اليومي للانسان التونسي معناتها ما عادش خلت على مشاخلت على الضروريات اليوم. هذا يؤكد أن الوضع الاقتصادي في تونس صعيب. قلت لي أنت كمواطن تونسي عملت برشا سفرات البرة، كنت تخير أنك تقوم بالسياحة متاعك، تحب تبدل الجو تعمل فياج البرة، شنو أرخص سفرة عملتها مثلا في حياتك وين مشيت بالضبط؟ أول رحلة عملتها ركبت في البابور، مشيت تراباني، ومن تراباني خذيت الترين ومشيت باليرمو، تكلفت لي السفرة كل ساعة الترين البابور وقتها ب 30 دينار، البابور ب 30 دينار اللي رتوره. عماش هذايا؟ هذايا عمري انا 62، عمري يمكن 17 سنة أو كرجع صباها. فما حكيت أكثر حتى من 40، أكثر من 40 سنة التالي. وهزيت يمكن معايا 100,000 تونسية، وقت الفلوس تونسية. شيخوني غادي، روحت بجيتار وتجين وبلوزون كوير ويا ودي وشخنا غادي وكلنا مقارونة والبيتزا. حسيل وعديت 15 يوم خارقة للعادة. عشتوا شبابكم صحة عليكم. والله قبل كانت الدنيا رخيصة برشا، نعرفش يمكن المعادلة صعيبة بين توا وكل وقت ذاك، الحمد لله الحمد لله. مش الوقت هذاك نورمالمون بلادنا خارجة من استعمار، وضعية اقتصادية صعيبة وكل شيء، ما زلت معناها حتى إيد ما شدت أختها نورمالمون. والله كل الوقت هذاك شو قرينا مليح وكلينا مليح، رغم اللي نحن زواولة كلينا مليح وحوسنا وتفرهدنا. قعدي أنا صغري توا كل الواحد ذكر، رغم اللي نحكي لك ميزيريا كانت فما شوية ميزيريا كذا ما تحكي سيرتك، قلت خارجين وقتها من ما زلنا كي خرجنا من فترة الاستعمار، قعدت لي كل البريود هذيك كل حلم، والله كل حلم تلمو اللي فما برشا حاجات تحسهم ياسر 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 حلوين، رغم اللي ميزيريا. يلزم فما برشا حاجات يلزمها تتغير حقيقة، انه تحس تونس معناتها تونس ارض موجود فيها كل شيء. كنت تحكي على الفوسفات، الفوسفات هي قطاع مهم، هو قطاع ثابت في تونس، علاش معناتها ريد كي تولينا به معناتها تحرك البلاد شوية، راهي فما قطاعات أخرى خاصة قطاع الفلاحة، قطاع الفلاحة اللي هو توا يعاني من عدة أشياء. أولا الفلاح ما عادش عنده قروض، ما عادش يعطوه قروض، ما عادش يعطوه منح، ما عادش معناتها اهتمام به تماما، يعني منقطع تماما، ما عادش فما اهتمام به. إضافة إلى ذلك ثم مشكل آخر واللي هو مشكل يعتبر ثانوي في علاقة بالتمويل وكذا، لكنه زاد مشكل مهم اللي هو الأدوية اللي قاعدة تتسرب توا والسرطانات يعني الموجودة في المجتمع التونسي، راهي ناس تموت بالآلاف كل عام نتيجة للأدوية الموجودة في الفلاحة، يعني أنه قطاع الفلاحة مهمل تمام الإهمال، ما فهمش معناتها لا برنامج لا دراسة لا رعاية لصحة المواطن اللي هو معناتها استهلاكه اليومي من القطاع هذاك. هذا يدخل في الباب يعني الاقتصاد، انه اقتصاد البلدان اللي تقدمت والبلدان اللي تحضرت كان اهتمام، والبلدان اللي حققت استقلال يعني ذاتي كان نتيجه الاهتمام بالقطاع هذا، واللي هي تونس معناتها من اولى قطاعاتها هو قطاع الفلاحه، مش مهتم به، ما فهم السياسات، ما فهمش مشروع للقطاع هذا، خاصه في 3 سنين هذو بن علي معناتها رغم مشاكل ورغم سياسته الغلطه رغم كذا كان مهتم بالفلاح، وانا ولد فلاح ونعرف هذا، معناتها انه كان فما قروض، كان الفلاح مقدس في تونس قبل 2010، للاسف توا مهمل. كيفاش انت تحب بلاد توا فلاحه تباكا توا ترانت العيد تقريبا 90% من الشعب التونسي ما عيدش لانه ما نجمش ياخذ علوش، ليش؟ لانه الفلاح مهمل.
لانه الفلاح مش وراه الاهتمام بالفلاح هو معناتها اللي يحرك الاقتصاد وهو اللي يخلي الامور تتبدل. صحيح قطاع السياحه مهم، صحيح دليل على تحضر البلد يعني واستقباله ثقافات اخرى وتفاعله مع ثقافات اخرى ومع حضارات اخرى ومع شعوب اخرى، وكذلك يعني دخل عمله صعبه للمجتمع التونسي للبلاد التونسيه، لكن ماهوش قطاع ثابت كما كنت تحكي انت من بكري، يعني قطاع ثانوي. نتولوا بالقطاعات الاخرى، الصناعه حدث ولا حرج، ما عادش نحكوا على صناعه في تونس، ما عادش معناتها المستثمرين التوانسه ما عادش معناتها ينجموا يستثمروا في تونس لان تعبتهم برشا. القطاعات الصغرى والمتوسطه سكرت الكلها، القطاعات الكبرى الناس النافذين في الدوله هما اللي يتصرفوا فيها 4 ولا 5 كعبات ولا 10 ما نعرفش يتصرفوا في البلاد هذه، وهما اللي يتحكموا في السوق وكذا. يلزم مشاريع، يلزم سياسه صحيحه معناتها. ثم مسائل اخرى يمكن ان نطوروا بها اقتصاد البلاد، مثلا المسائل الاستراتيجيه في علاقه بالطاقه. احنا عندنا 12 شهر تقريبا طاقه شمسيه، نعلم ونحن قبل تقريبا 20 عام كانت الناس كي يحب واحد يعمل الطاقه الشمسيه في داره كذا تكلف له حكايه 2 ملايين و900. اليوم باش تعمل انت الطاقه الشمسيه في دارك تكلف لك تقريبا في زون 20 مليون 20 مليون على اي اساس هذا؟ اولا هذا عنده علاقه بسعر الدينار، ثانيا عنده علاقه بالناس المسيطر على القطاع سواء في علاقه بشركه الكهرباء والغاز او غيرها اللي ما تحبش الطاقه الشمسيه في البلاد. انا اقترح خاصه في علاقه بالطاقه انه يكون قطاع يخدموا عليه على مستوى استراتيجي، انه تتبناها الدوله ولو بشكل ضعيف وتخدم عليه، لانه قطاع الطاقه سواء قطاع الطاقه الشمسيه والطاقه الهوائيه والطاقه المائيه هذا ينتج استراتيجية اخرى على في علاقه بتطوير هذا القطاع. نولوا احنا عندنا قطاع منتج، قطاع النجم نصدروا منه، النجم ندخلوا منه عمله صعبه للبلاد ويحقق لنا اكتفائنا الذاتي، وثانيا انه ينزل باسعار الطاقه عندنا. جانب اخر هام ياسر في بلادنا هو جانب القطاع الفلاحي. احنا اليوم تقريبا الاراضي الصالحه للفلاحه او للزراعه اللي يمكن انها تحقق الامن الغذائي لبلادنا غير من معناها لا نشتغل عليها، ونشتغل تقريبا كلها او تقريبا 70% منها ملك الدوله وهي مهمله، في حين لم يتم تشجيع سواء اصحاب الشهائد او الناس المختصه في المجالات هذه باش يعطوها هك الاراضي المقاسم الفلاحيه ويشجعوهم بقروض صغر عن طريق البي تي اس او غيره انهم يخدموا على القطاع الفلاحي. احنا في يوم ما تونس هذه كانت مطموره روما. يعطيك الصحه، هذه نقطه مهمه جدا، لانه في تونس نعولوا على السياحه اللي هي ديما مش مضمونه، السياحه مربوطه بالامن وحاجات اخرى، بينما القطاع الفلاحي اذا كان الراهن عليه الفلاحه ديما ربي يعطي خير ومضمونه. مضمونه بحول الله. القطاع الفلاحي هو قطاع منتج وهو قطاع خاصه تونس. احنا في قاعدين توا تقريبا مده 6 7 سنوات عديد من الفلاحين ركزوا على القطاع البيولوجي، مثلا الهندي هذا البيولوجي في جهه فوسانا وتالا وغيره، نعرفوا اللي هو مصدر كليا الفيولي هذاك في اوروبا، معناه يصدروا فيه كليا تقريبا كيف صناعه الجين وغيرها. ما القطاع هذا في اوروبا يصنعوا منه في برشا حاجات حتى من الادويه في مواد التجميل اللي نستوردوها احنا باسعار مرتفعه جدا. ثانيا القطاع الفلاحي قطاع الحبوب، علاش ما نعملوش احنا ننتظروا الغيث النافع وكذا؟ لانه عندنا مائده مائيه وعندنا يلزم نستثمروا خاصه في السدود. احنا السدود اليوم وقت اللي كان جفاف السدود فارغه، لكن المسؤولين على قطاع المياه لم يشتغلوا على هذه السدود، لم يتم جهرها، لم يتم تنظيفها، لانه اليوم السد تلقى الارتفاع نتاعو 60 70 متر تقريبا 30 40 متر تراب. وقت حتى تصب الغيث النافع كشهر جوان اللي فات وتجينا كميه كبيره من المياه تشربها الاتربه هذيك، في حين الاتربه هذيك غنيه. والمساله لا تتطلب اي اداره جهويه على مستوى الفلاحي والتجهيز، زوز كمين وبوكلاي نجموا ينظفوا سد في 15 يوم راه، لكن الاراده غير موجوده.